الآن إلى فقرة نحبها كثيرا، فقرة صباح نشيط مع أحمد النشيط. صباح الخير. صباح النور. من الأخبار التقنية والفنية العالمية. هلا والله، صباح الخير. هلا والله أحمد، شلونك إن شاء الله؟ والله الحمد لله كل شيء بخير. أحمد، بداية أريد أسألك عن الهاتف اللي جبته معك اليوم بخصوص، أو خلينا الواتساب وبعدين نرجع للهاتف. نبدأ بالواتساب وبعدين نروح على الجوال. على الجوال. طيب خلينا نبدأ بالواتساب أولا. ما هي التحديثات الجديدة على التطبيق؟ عندنا ميزات جديدة راح تكون مع الواتساب. أعتقد أهم ميزة الحين راح يصير إن عندنا اسم خاص بالمستخدم. يعني ما يحتاج تعطيني احد رقم التلفون، ما يحتاج ان تقول له اوكي بضيفك، عطني رقمك، عطني هاي، لا تقول له عطني اسم المستخدم. نفس الانستغرام، نفس اكس، نفس اي منصه ثانيه. يعني الاقي هذا معقد اكثر، اصعب من الرقم اللي تكتب. ما اعتقد انه راح يكون معقد، لانه بيكون اسهل. يعني تخيلي انت عندك شغل، عندك شيء، ما تبي تعطين الاشخاص رقمك الخاص، فبيصير في خصوصيه على الرقم الخاص. ما يقدر يكلمك، ما يقدر هاي، بس يتواصل معك. نفس حسابات هاي حلوة. نفس حسابات الشركات، نفس حسابات الكوميونتي، هم جربوها. أيوة. مع الكوميونتي جربوها، مع هاي الجروبس، ومع كل الأشياء اللي موجودة عندنا. لكن الميزة الثانية اللي أعتقد أكثر الناس راح يتحمسون لها، اللي هي ميزة الترجمة الفورية. يعني لو أي حد يتكلم معاك بأي لغة، أنت تقدر تفعل بالخيارات اللي عندك إياها في الخصائص، تخلي إن لغتي المفضلة هي اللغة العربية، فأي محادثة تكون معاك باللغة ثانية راح يترجمها لك باللغة العربية. علشان الخصوصية ما راح يستخدمون جوجل، ما راح يستخدمون أي منصة ثانية حق الترجمة، راح تكون منصة الواتساب هي اللي تترجمها في داخل. هذه المسجات كلها مشفرة، ما زالت مشفرة. أحمد، نحكي عن إصدار سامسونج الجديد، إصدار من هاتف جالكسي زد فليب 6. هذا خاص للأولمبياد، خاص بالأولمبياد 2024 في باريس. بالضبط. مكتوب عليه، لقرأت كمان، Open always wins. أعتقد شعار الأولمبيات إذا ما خبرني. كيف جبته؟ سامسونج عطاني إياه. على كل حال نزل بالسوق هالأسبوع فقط، ما صار له زمان. وفوق هاي الشيء، هاي التلفون عطوه كل الرياضيين في باريس. فكل الرياضيين الحين عندهم هاي الجوال وقاعدين يستخدمونه. كان عاملين تعاون بين سامسونج، أورنج، والأولمبياد. هل هو أخف من العادي أشوفه؟ هو أخف بمراحل. يعني إيه أخف. أنا ما بتعامل بالسامسونج، ما بقدر أحكم، بس حسيت حالي عداء لما مسكته هيك. حسيت الرياضيين. تعرف شو المميز في التلفون؟ إنه مثل ما تكلمنا من قبل عنه، وأعتقد زميلي فيصل السيف تكلم من قبل، قال لك إنه الترجمة فورية للجالكسي اي اي. فالحين عندك انت كل هالناشوناليتيز كلهم موجودين، كل الجنسيات المختلفة كلهم راح يتواصلون بتقنية الاي اي مع الجالكسي اي اي. اخر مرة حكيت لي انه كل التكنولوجيا، سألتك راح نزهق لانه كل التكنولوجيا راح تعمل كل شيء. هلا مش بس راح نزهق، راح نصير اميين لانه ما في لزوم نتعلم لغات، صار كله مترجم فوري. خلينا نشوف ميزة جوجل للفنون والثقافة، جوجل ارتس اند كلتشر، المتعلقة بالمتاحف والفنون الشهيرة حول العالم. ما قصتها؟ يقرأ أحمد Museum of Natural History. عندنا تكلمنا عن Museum of Natural History ومتحف التاريخ وكل هاي المتاحف تقدر تزورها من بيتك. اللي راح يصير معنا إنه مع تقنية VR، إذا عندك خودة VR، نظارة VR من أبل أو من غيرها من الشركات اللي موجودة، ميتا فيجن وغيرها، راح تقدر إن من بيتك تزور كل هاي المتاحف وتتعرف عليهم كأنك أنت موجود هناك. وبعد غير هاي الشيء، الحين نفس التقنية اللي هي يستخدمونها اللي هي جوجل لينس وجوجل مابس وكل هاي التقنيات اللي استخدموها وعملوا لنا هاي الخاصية الجديدة والميزة الجديدة اللي راح تخليك تزور المتاحف. هذا الهيدسيت من جوجل ولا في تعاون مع شركات أخرى؟ ما لها علاقة بالهيدسيت، تقدرين تشوفينها من المتصفح بعد. بس أنت تقدرين تستخدمين أي نظارة، أي تكنولوجيا عندك إياها علشان تستخدمين الفي آر. هاي الشغلة تطورت مؤخرا من أثناء الوباء كورونا. بتذكر الفرساي كان برضو زيارة افتراضية. خلينا نشوف الأفلام. لي ماذا عن أفلام ديدبول آن وولف وولفرين؟ توقعات الجمهور له. الفيلم أمس شفته، كان البريمير، واليوم الانطلاقة الفعلية حق الفيلم. وفي السعودية الفيلم الطابور مش طبيعي. عشاق أفلام مارفل كلهم متحمسين لهذا الشيء، لأن هاي أول فيلم من عالم فوكس من بعد ما شركة ديزني اشتروا شركة فوكس، صار تحت مظلة مارفل. فالحين نشوف كل العوالم مع بعض تندمج في عالم واحد، فنشوف وولفرين
وولفرين شخصية اللي يمثلها. هذا يعني فيلم جديد وولفرين. فيلم جديد. هيو جاكمان من بعد فيلم لوغان اللي كان خلينا نقول شيء ملحمي صار مع نهاية هاي الفيلم، ما راح أحرق القصة، لكن نشوف شلون يحترمون نهاية هذا الفيلم ويحترمون كل التاريخ اللي يعني 25 سنة ويعملون لنا فيلم جميل اللي هو ديدبول وولفرين. ارفع لنا إيدك شوي. أحمد النشيط زادوا الشبرات اللي بإيده تنتين آخر مرة شفناه. كان معنا في الاستوديو صانع المحتوى أحمد النشيط، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.